بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة بتاعة البايتوكيمستري 1 اللي هي لطلاب المستوى الثاني، صيدلة إكلينيكية اللي هي الكربوهيدراتس. إن شاء الله النهاردة هنخلص الجزء بتاع الكربوهيدراتس وهنبدأ المحاضرة بالبوليساكارايدز. وقلنا كلمة بوليساكارايدز من اسمها كده عبارة عن بوليساكارايدز، يعني أكتر من 10 مونوساكارايد أو 10 more than 10 units. هم عبارة عن complex naturally occurring carbohydrates، طبعا في الغالب بيبقى لهم high molecular weight. البوليساكارايدز دول mainly بيبقوا موجودين ك food reserve، زي مثلا الستارش زي ما احنا خدنا، او الانيولين، او حتى كستراكشرال ماتيريالز اللي تبقى موجوده زي السيلولوز والكايتين، بالاضافه الى طبعا الجلايكوجين اللي هو بتبقى موجوده طبعا في الليفر في الانيمالز. هما في الغالب بيبقوا وايت اند امورفوس برودكتس، في الغالب ما بيبقوش سويت ان تيست. طبعا هم بيبقوا نون ريديوسينج، لان هم طبعا بيبقوا عباره عن هم مونوساكارايد يونت بس ماسكين في بعض عن طريق لينك معينه. بيعملوا لي كولويدال او سوليوشن او سسبنشن لما بسخنهم مع الهوت ووتر. طبعا هنا بيبقى في لينك بين المونوساكارايد يونتس عشان، او بيسموهم جلايكوسيديك لينك بتوين المونوساكارايد يونتس عشان يكونون لي البوليساكارايدز. هما بيعملوا لهم كلاسيفيكيشن على حسب اللينك الموجودة او على حسب النيتشر بتاعه المونوساكارايدز اللي مكونه لي البوليساكارايدز دي. فاول نوع بيسموه الهولوزايدز، والنوع الثاني ده اللي هو الهولوزايدز، والنوع الثاني بيسموه هيتيروزايدز. الهولوزايدز بيقسموها الى نوعين، حاجه بيسموها هولوساكارايدز او بيسموهم هوموساكارايدز او هوموجلايكانز. فمن اسمهم كده نلاحظ ان البوليساكارايد ده بيلت اب اوف وان كايند اوف مونوساكارايد، يعني نوع واحد بس هو اللي بيكون البوليساكارايد ده. زي مثلا الستارش نلاقي البيلدينج يونت بتاعته او هي عباره عن الجلوكوز، الانيولين اللي هي عباره عن الفركتوز، السيلولوز عباره عن برضه الجلوكوز بس بيبقوا ماسكين في لينك معين او بتبقى الفا. النوع الثاني من الهولوزايد اللي هو هيتيروساكارايدز او بيسموه هيتيروجلايكانز، طبعا ده من اسمه كده بيبقى بيلت اب اوف سيفرال كاينز اوف مونوساكارايدز اور شوجر ديريفاتيفز، زي مثلا الجمز. قلنا الجمز دي عباره عن بوليساكارايدز بتحتوي على جلوكيورونيك اسيد او جلاكتيورونيك اسيد او بيسموهم ايه اسيدز. فهنا في اكتر من حاجه، ممكن نلاقي بنتوزس مع هيكسوزس مع اسيدز، عشان كده سموهم ايه هيتيروساكارايدز. النوع الثاني اللي هو بيسموهم هيتيروزايدز، والهيتيروزايدز دول اللي بيشمل هنا او المتعارف عليهم اللي هم عباره عن شوجر بارت ونون شوجر بارت، اللي هي الجلايكوسايدز. احنا اتفقنا ان كلمه جلايكوسايدز عباره عن شوجر بارت ونان شوجر بارت ماسكين في بعض عن طريق لينك. اللينك دي ممكن تكون زي ما قلت لك عن طريق الاو او الاس او الان او ممكن السي شوجر. فهنا دول يعتبروا برضه هيتيروزايدز. اول حاجه هناخد في الهوموساكارايدز اللي هم جلوكوزانز، من اسمهم كده جلوكوزانز، يعني زي ما قلنا اللي هم البوليساكارايدز اللي بيتكونوا من ايه، من الجلوكوز يونتس. فاول حاجه هناخد الستارش، والستارش طبعا خدناه يمكن اتكلمنا عليه قبل كده ان ده عباره عن الستورج اورجانز اللي بيبقى موجود في زي السيدز وزي التيوبرز والروتس. فكل دول ستارش موجود فيهم على هيئه ايه، ريزيرف فود ماتيريالز، بيبقوا موجودين على هيئه ايه، جرانيولز طبعا. وفي احنا اتفقنا ان الكوميرشال ستارشز بيجوا من اللي هم الاربع انواع اللي احنا خدناهم، هي عباره عن الزياميز او زيت او اللي هو الستارش بتاع الذره والويت والبوتيتو والرايس. طبعا كلنا عارفين الكوميرشال يوز بتاعه الويت والبوتيتو والرايس. وقلنا ان الكيميكال كومبوزيشن بتاعه الستارش بيتكونوا من حاجتين اساسيتين، حاجه بيسموهم اللي هم الاميلوز والاميلوبكتين.
الاميلوز احنا اتفقنا دلوقتي ان الستارش موجود على هيئة ايه؟ على هيئة ستارش جرانيولز داخل الستوريج اورجانز. ستورج اورجانز اللي ممكن يكون سيدز او ممكن يكون تيوبرز او روتس او بيسموهم سبترينيان بارت. الاميلوز بيكون لي الانر لير بتاعت جرانيولز، اوكي، وده بيبقى مور ووتر سوليبل عن الاميلوبكتين. ولو انا فصلت لوحديه بيكون لي ليس فيسكس سوليوشن عن الاميلوبكتين، وهو ده المسؤول. او انا لو انا فصلت لوحديه هيديني بلو كولر مع الايودين، تمام. طيب على هذا الاساس بيقول لك انا ممكن اعمل اسي ايودومتري للاميلوز او الستارش بسبب وجود مين؟ بسبب وجود الاميلوز، لان هو بيتفاعل مع الايودين كوانتيتيفلي اند ستوشيومتريكالي. معنى كلمة ستوكيومتريكالي او ستوشيومتريكالي ان هو بيتفاعل 1 تو 1. طيب هو بقى بيتكون من ايه بقى؟ زي ما اتفقنا الاميلوز عبارة عن من 250 او 250 الى 300 جلوكو بيرانوز ريزيديو. يعني ايه؟ يعني من 250 الى 300 وحدة من الجلوكوز ماسكين في بعض عن طريق اللينك اللي هو الفا 1-4 جلوكوسيديك لينك، اوكي. لو بصينا هنا ادي ده الريبيتد يونتس بتاعه الجلوكوز، وزي ما احنا شايفين هنلاقيه ماسك في الوضع رقم 1 اللي هو ده مع الوضع رقم كام؟ رقم 4. وده بيدينا حاجه بيسموها ستريتد شين. طبعا كلمه ستريتد شين دي بتبقى شويه مش مظبوطه، ولكن هو كل 6 جلوكوز ريزيديو بيدينا حاجه بيسموها الهيليكس ستراكشر او شكل لولبي زي ما احنا عارفين. طبعا لو عملت له هيدروليسيز عن طريق الاسيدز، طبعا كومبليت هيدروليسيز هيدينا جلوكوز يونت، انما عن طريق البيتا اميليز بتدينا المالتوز اللي هو عباره عن داي ساكرايد. البيتا اميليز بتعمل هيدروليسيز الاميلوز وبتحوله الى ايه؟ الى داي ساكرايد اللي هو عباره عن المالتوز. ده الاستراكشر بتاع المالتوز، واحنا قلنا عليه ان هو زي ما قلت لك عباره عن الفا 1-4 جلوكوسيديك لينك، وزي ما قلت لك بيعمل لي الهيليكال زي ما احنا شايفين ستراكشرز اهو زي ما احنا شايفين. وقلنا بيحصل له هيدروليسيز عن طريق الالفا اميليز اللي بتبقى طبعا موجوده حتى في السلايفا. احنا عارفين الدايجيشن بتاع الستارش بيبدا من عمليه المضغ او عمليه الشوينج اوف فودز. احنا عارفين الخبز بتاعنا والرز والمكرونه دول عباره عن ايه؟ عباره عن ستارش، اوكي. طبعا الالفا اميليز بتكون موجوده في الماوس من خلال السلايفا، وبتكون موجوده كمان في الانتستاينال سكريشنز، عشان طبعا في الانتستاينال او في الانتستين بيحصل كومبليت هيدروليسيز للستارش. في بعد كده الاميلوبكتين. الاميلوبكتين عكس الاميلوز، هنا بيكون لي الاوتر لير اوف جرانيولز، بيدينا بلوش تو ريد او فايلوت كلر وذ الايودين. احنا كان بيدي بلو. الاميلوز كان عباره عن ستريتد شين، ده عباره عن برانشد شين بيتكون من حوالي 1000 جلوكوز يونتس او اكتر. طبعا هنلاقي هنا اللينك الموجوده بين الشوجرز برضه عباره عن الفا 1-4، ولكن هنا تلاقي في نيو برانشز بتتكون عند الكربونه رقم 6. يعني هنا لو في هنا مين برانشز او مين لينير برانش بتكون من مثلا من 6 او وات ايفر، بعد كده تيجي عند الكربونه رقم 6 في 1 اوف جلوكوز يونتس ان ذا تشين عشان تكون لي ايه بقى؟ نيو تشين. دي بسميها ايه؟ نيو تشين في الوضع رقم ايه؟ رقم 6. يعني لو هنا في سلسله من 6 جلوكوز يونت هنلاقي هنا ايه؟ واحده من الجلوكوز يونت في الوضع رقم 6 تبدا عندها البرانش وبتكون لي ايه؟ نيو سيريز او نيو ريزيديو. الهيدروليز بتاعته طبعا برضه عن طريق البيتا اميليز بيدينا المالتوز، وبيبقى في جزء ريزيستنت او بيقاوم عمليه الهيدروليسيز اللي هو بيسميه ايه؟ بيسميه الدكسترين. يبقى الدكسترين عباره عن يعني بوليساكارايد بس بتبقى ريزيستنت للهيدروليسيز عن طريق البيتا اميليز.
الهيدروليسيس اوف ستارش طبعا باي مينرال اسيد زيه زي الامايلوبيكتين او زي الامايلوز بيدينا الجلوكوز يونتس. اوكي طب انا ازاي اعرف ان حصل مثلا هيدروليسيس في الاول لل او انكمبليت هيدروليسيس او حصل كومبليت هيدروليسيس؟ ده طبعا انا ممكن اعمل له فولو اب عن طريق اللون بتاعي مع الايودين رياكشنز. في الاول خالص الستارش هيدينا طبعا بلو، اوكي بعد كده عملت انكمبليت هيدروليسيس المفروض يدينا الدكسترين، ده بيدينا بيربل او ريدش براون، وبعد كده في الاخر خالص لما بيحصل كومبليت هيدروليسيس هيدينا ايه نو كلر مع الايودين. اوكي يبقى هنا اللون هيتدرج من بلو الى بيربل مع الدكسترين الى نو كلر لما بيحصل كومبليت. ده الاستراكشر بتاع الاميلوبيكتين اللي احنا قلنا عليه. هو تعتبر السلسله دي عباره عن اميلوز، وبعد كده بتيجي عند واحده من الجلوكوز ريزيدي دول في الكربونه رقم 6 بتاعته، وتروح عامله لي ايه نيو ريزيديو او نيو تشين. واللينك بتبقى طبعا بين الوضع في بين الجلوكوز ريزيديو في النيو تشين في الوضع رقم 1 مع الوضع رقم 6 في الاولد تشين. اوكي اوكسي ايثايل ستارش. طب ايه الاستخدامات بتاعت الهيتا ستارش؟ انا بستخدمها زي ما قلت لك، بحضر منه 6% سوليوشن اوف هيتا ستارش ان سالاين سوليوشن اللي هو 0.9% صوديوم كلورايد سوليوشن. ده بتستخدم طبعا كبلازما اكسباندر فور تريتمنت اوف شوك كوزد باي هيموريد بيرز سيرجري اور اذر تروما. طبعا انا لو عندي اي تروما بتحصل او نزيف طبعا بيحصل منها شوك، الشوك ده طبعا ديو تو لوس اوف بلاد، فطبعا انا بحاول اعوض البلد اللي حصل ده او البلازما اللي طلعت بره الجسم عن طريق الهيتا ستارش. النوع الثاني من الستارش برودكتس اللي هو الدكسترين. الدكسترين زي ما اتفقنا انه بيجي عن طريق الانزيماتيك انكمبليت هيدروليسيس اوف ستارش، وده زي ما قلت لك اليوزز بتاعته بتستخدم كسورس اوف ريدلي دايجستبل كربوهيدراتس فور انفانتس اند ادلتس، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في عمليه الدايجستشن بتاع الكربوهيدراتس او في الانفانتس انا ممكن استعمله كبديل للكربوهيدرات. بتستخدم كمان كسبستيتيوت فور ناتشرال جامز اور ادهيسيفز فور سايزنج كلوز اند بيبر، يعني انا بستخدمه هنا كايه ك عارفين ان الجامز ممكن تستخدم في الادهيسيفز ان انا بلزق بيها حاجات معينه، فهنا ممكن استخدم الدكسترين ك تشيب سورس فور جامز. ده الهيتا ستارش اتكلمنا عليه. في بعد كده من ضمن الحاجات برضه اللي هي مودفايد ستارش بيسموهم سايكليك اوليجوساكارايدز، وهنا في انواع بيسموهم سايكلودكسترينز. السايكلودكسترينز دي عباره عن بيسموهم ايه، عندنا الالفا والبيتا والجاما والدلتا. لو بصينا هنا في الالفا هنلاقيها كام واحده، حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الجلوكوز ريزيدو، وعاملين ايه عاملين سايكليك ستراكشر. السايكليك ستراكشر ده بيبقى عامل كافيتي. اوكي الكافيتي اللي من جوه ده داخل السايكليك ستراكشر دي بتبقى هيدروفوبيك النيتشر. معنى هيدروفوبيك يعني ايه؟ يعني تقدر تو انكلود او تو ستابلايز الفليفرز اند فارماسيوتيكالز. دي بيستخدموها طبعا استخدامات كتيره في الفارماسيوتيكالز بريباريشنز زي ما قلت لك، لان هو في كافيتي من جوه، فان الكافيتي دي بتاخد المركبات اللي هي بتبقى ما بتدوبش في الميه وبتخليها ايه سولبل ان ووتر، كانها بتخبي الجزء اللي هو نون بولر داخل الكافيتي دي. طبعا الاوتر بارت بتاع السايكليك ستراكشر ده بيبقى هيدرو ايه هيدروفيليك. يعني ايه هيدروفيليك؟ يعني بيدوب في الميه. اوكي فدي طبعا من ضمن الاستخدامات المهمه. في بعد كده من ضمن الحاجات اللي هي السليولوز. السليولوز طبعا عباره عن بوليسكارايد بيسموه جلوكوزانز، وزي ما قلت لك ان هو نفس الاستراكشر بتاع الستارش او الاميلوز او الاميلوبيكتين، هو عباره عن جلوكوز ريزيديو، ولكن الرابطه هنا بدل ما كانت هناك الفا هنا بتبقى ايه بيتا 1 4.
طبعا السليولوز احنا عارفين الاستخدامات بتاعته، بيصنعوا منه البيبر والتكستايلز. السليولوز كان بي كونفيرتد انتو السيلوفانز اللي هو ورق السيلوفان اللي انا بستخدمه طبعا في اكتر من استخدام. السليولوز عبارة عن الرو ماتيريالز فور مانيفاكتشرنج اوف نيترو سيلولوز، او بيسموه السليولوز نيتريت، ودي اللي بتستخدم طبعا في السموكليس جن باودر اللي هي صناعة الأسلحة، أو الباودر بتاع الجن. السليولوز برضه بيستخدم عشان يعمل لي بستخدمه طبعا في كأدهسيفز وكبايندرز زي مثلا ميثايل سليولوز والكربوكسي ميثايل سليولوز، واللي بيستخدم طبعا في الوول بيبر أو ورق الحائط. يبقى كل ده استخدام السليولوز. المايكرو كريستالاين سليولوز ده عبارة عن باودر من السليولوز، بيبقى ان اكتف. ممكن انا استخدمه طبعا في عملية الفلتريشن. بستخدم السليولوز او المايكرو كريستالاين سليولوز كستيشنري فيز فور تيلي كروماتوجرافي، طبعا ده عملية السيبريشن اوف كومباوندز. السليولوز فايبر بيستخدم طبعا فور فلتريشن اوف الليكويدز، بيستخدم تو ميك هيدروفيليك اند هايلي ادزوربنت سبونج، طبعا ليه استخدامات كتيرة جدا. طبعا ما ننساش ان السيلولوز بيبقى ده انديجستبل، يعني ما عندناش احنا الانزيمز اللي بتعمل لي هيدروليسيس للبيتا لينك الموجوده بينهم، فعلى هذا الاساس دول بيبقوا عباره عن دايتري فايبرز زي الهيموسيلولوز والبيكتينز والجمز والالجينيتس، فكل دول بيبقوا عباره عن دايتري فايبرز بيستخدموا للناس اللي هم عايزين يعملوا ريجيم او تو ديكريز الاوبوزيت. في اذر هومو بوليساكارايدز، احنا اتفقنا ان هومو بوليساكارايدز يعني 1 يونتس اوف مونوساكارايدز. هنلاقي الانيورون هنا كمثال. الانيورون ده الاستراكشر بتاعه، احنا زي ما اتفقنا الانيورون عباره عن فركتوز يونتس، فركتوز يونتس، والرابطه بينهم بتبقى ايه 1 2 1 2. ده بيبقى موجود في بعض ك ستورج فود ماتيريالز، في بعض التيوبرز اند روتس اوف بلانت زي الجارليك والاونيون والارتيشوك والدانديليونز، وبعض الممبرز اوف فاميلي ايه، فاميلي استريسي او الفاميلي كومبوزيتا. في من ضمن الحاجات برضه اللي هو الايجار. الايجار احنا خدناه ان هو عباره عن بوليساكارايد بيتكون من جلاكتوز يونتس. الجلاكتوز يونتس طبعا بتبقى بيتا 1 4 والفا 1 3، او بيبقى عبارة عن 2 جلاكتوز يونت ماسكين في بعض عن طريق 1 4. ادي واحد اهو وادي 4. اوكي طبعا ده انا بستخدم الايجار كجيلينج ايجنت. اوكي بيستخدم طبعا في الفود وفي الكالتشر ميديا في الميكروبيولوجي، واحنا قلنا طبعا ان السورس بتاعه بيبقى عبارة عن بعض الالجي اللي بتبقى موجودة فين، في المحيطات على الشوك. في من ضمن الحاجات برضه اللي هي البوليساكارايدز مهمه جدا اللي هي بسميها البيكتين، وزي ما احنا شايفين البيكتين ده بيبقى موجود في السيل وول، في البرايمري سيل وول بتاع بعض البلانتس، وبيبقى موجود كمان في الميدل لامينا بتاع السيل وول زي مثلا التفاح والاورنج والكلام ده كله. ان كومباينيشن ويز السيلولوز اند هيموسيلولوز فانكشن از ان انترسيلولار سيمنتنج ماتيريالز، اللي هي المسؤوله عن الهاردنس بتاع السيل وول او الوول الخارجي بتاع الفاكهه وبتاع الحاجات دي. انا ممكن طبعا اعمل له اكستراكشن او بحصل على بيور بكتين من الانر بورشن بتاع الريند اوف ريند، يعني السيترس فروتس اللي هو القشر الخارجيه بتاع الفروتس اند فروم ابل. خلاص يعني ممكن اعمل اكستراكشن للبكتين من القشور بتاعت الايه، بتاعت لما القشور ده انا برميها بتاعت البرتقال، وفي ناس طبعا بتقشر التفاح لما تيجي تاكله، فطبعا ده كله ممكن انا استخدمه كسورس اوف سلايدز دي. طبعا المولكولار ويت بتاعه بيبقى عالي، بيوصل لحد 10000 الى 250000. اليونس اوف بيكتين ليها استخدامات كتيره جدا، بتستخدم طبعا كسبندنج اند جيلينج ايجنت.
بيستخدم لو بصينا في بعض المستحضرات التريتمنت اوف دايريا او الاسهال الخاصه عند الاطفال، هتلاقيه موجود في بعض الفورميوليشن زي الكابكت والكابكت كومباوند والحاجات دي كلها تكون فيها موجود فيها البكتيريا اللي هنا بيعمل ادزوربشن للتوكسينز بتاعت البكتيريا. الكولويدال سوليوشن المعمول لما بيحصل كولويدال سوليوشنز بيعمل ليه القدره ان هو يعمل كونجوجيشن مع التوكسينز اند انهانسينج ذا فيسيولوجيكال فانكشن اوف دايجستيف تراكت عموما. عشان كده الناس طبعا لما بتاكل تفاح او حاجه بيبقى عنده ايه، عنده تنظيم لعمليه الهضم اللي موجوده. البكتين لقوا ان ليه المفصول من التفاح اكسبيتس باكتيريسايدال افكتس وخاصه على الجرام نيجاتيف اند نون سبورز فورمينج جرام بوزيتيف، يبقوا افكت على الجرام نيجاتيف وعلى الجرام بوزيتيف بس ما بتكونش سبورز. ملوش اكشن او انتي بكتيريال اكشن على يمين على السبورز فورمينج بكتيريا او فنجاي. او في بعد كده الكايتين. الكايتين ده من ضمن الحاجات برضه اللي هي بوليساكارايدز، والستراكشرز بتاعها بيبقى عباره عن ان اسيتايل ده اهو جلوكوزامين. جلوكوزامين احنا اتفقنا قبل كده ان كلمه جلوكوزامين يعني معناها ان 1 اوف الاو اتش بتاعت الشوجرز بتبقى عباره عن ان اتش 2 او بيسموهم امينو شوجرز. اوكي، فهنا بيحصل ايه كمان؟ بيحصل اسيتايليشن للامينو جروب الموجوده على اساس يدينا هنا الان اسيتايل دي جلوكوزامين. خلاص، يبقى الاستراكشر بتاع الكايتين عباره عن ان اسيتايل دي جلوكوزامين بيتا 1 4، يعني اللينك هنا بتبقى بين اهو 1 4، وده بتبقى طبعا اليونت دي بتبقى ريبيتد. ريبيتد يعني ايه؟ يعني ممكن تدينا اكتر من يونت من اللي هو الان اسيتايل دي جلوكوزامين. السليلوز او سوري الكايتين زيه زي السليلوز. ليه؟ لان الرابطه هنا عباره عن بيتا. اوكي، فبيقول لك الفيرتبريت انيمالز كان دايجست، نو فيرتبريت انيمالز كان دايجست الكايتين اون ذير اونز. اوكي، الانيمالز ذات ايت ا دايت اوف انسكتس اوفن هاف symbiotic bacteria and protozoa which can break down the fibrous chitin into the glucose molecules that compose it. يبقى هنا في بعض الانيمالز بتاكل بعض الحشائش، تبقى فيها بعض الانسكتس، الانسكتس دي فيها بعض البكتيريا بتبقى موجوده، البكتيريا دي بتقدر ان هي تعمل لي ايه، تكسر لي البيتا لينك الموجوده. طيب تمام، الكايتين زي ما قلت لك بيبقى biodegradable molecules over time. عشان كده ليه اكتر من industrial applications. ايه هي الاندستريال ابلكيشن بتاعته؟ ليه استخدامات صناعيه انهم بيعملوا منه surgical threads. اوكي، يعني في بعض الخيوط يمكن لاحظناها يقول لك ايه، مفيش فك للغرز دي، الغرز دي بعد فتره هيحصل لها ايه، هيحصل لها ديزولفنج لوحديها. طيب ديزولفنج لوحديها يبقى لازم تكون معموله من مواد، المواد دي بيحصل لها ديزولفنج. هنا زي مين؟ زي ما قلت لك اللي هو الكايتين بيستخدموه لهذا الغرض. ليه بيستخدم؟ لان هو بايوديجريدابل مولكيولز اوفر تايم، يعني يحصل له ديزولف اوفر تايم. الاستخدام الثاني برضه بيستخدم كبايندرز فور دايز اند كلوز. اوكي، يعني ممكن يستخدموه لما يجي عمليه الصباغه او الحاجه عشان الصباغه تثبت، فبيستخدموا يبقى خدنا الجزء اللي فات ده عباره عن الهوموساكرايدز. انا بتكلم عن الهيتيروساكرايدز. احنا قلنا البوليساكرايدز في منها هومو وهيتيرو. هيتيروساكرايدز زي ما قلنا دول عباره عن الكربوهيدرات اللي بيشملوا عباره عن بلانت جامز، بلانت ميسلج، الجين والهيميسيلولوز. البولي يورونايدز اوكي او الجزئيه دي لما بعملهم هيدروليسيس بيدينا يورونيك اسيدز. اوكي، طيب يبقى معنى كلمه جامز او ميسلج بيبقى فيهم هم اوريدي عباره عن، لما اجعل الكيميكال كومبوزيشن بتاعهم بيبقى عباره عن ميثوكسي جروبس. اوكي، بيبقى عباره عن شوجرز، ممكن يكون الشوجرز دول هيكسوزيس او بنتوزيس، بالاضافه طبعا الى اليورونيك اسيد. اليورونيك اسيد الموجود في الغالب بيبقى جلوكو يورونيك اسيد او جلاكتو يورونيك اسيد او مانو يورونيك اسيد.
البلانت جامز في الاول دول عباره عن زي ما قلت لك بولي ساكارايدز، بيبقى امورفس ان نيتشر، ترانسلوسنت، بيدونا بروتكشن افتر انجري ان هاير بلانتس، يعني لما تيجي بيحصل بيبقى موجودين طبعا داخل سبيشال ستراكشر داخل البلانتس، لما بيحصل اي انجري للبلانتس دي فتطلع الجامز دي يحصل لها اكسوديشن. الجامز عباره عن نيوترال سورس اوف كومبلكس بولي ساكارايد اسيدز، وهم عبارة عن سولتس من البوليساكارايدز اسيد، وزي ما قلت لك البوليساكارايدز دول ممكن يحتوي على ميثايل بنتوزس، بنتوزس، هيكسوزس، بالاضافة الى اليوريك اسيد ريزيديو، ودول طبعا متحدين مع بعض او جوين توجذر عن طريق ايه جلايكوسيديك لينك عشان يدينا برانش تشين ستراكشرز. الجامز طبعا ار نوت فيرمنتابل باي ييست عكس مثلا الحاجات التانية. الأكوا سوليوشن اوف الجامز ار اسيديك اند ار ليفوريتاتوري، اسيديكس طبعا عشان وجود اليورونيك اسيد ريزيديو، واحنا اتكلمنا يعني ايه ليفوريتاتوري. بيدونا بوزيتيف تيست فور بنتوزانز، ليه؟ لان هم طبعا من ضمن الاستراكشر بتاعهم اللي هو فيهم ايه هناخد تو اكزامبلز للجامز اللي هم الجام اكتر حاجتين مشهورين جدا اللي هو الجام تراجاكنس والجام ارابيك. الجام تراجاكنس عبارة عن درايد جام obtained by incision from stems of various species of astragalus، وزي الاستراجيلاس جام فير فاميلي ليجيومونوزي. الكومبوزيشن بتاعت الجام تراجاكنس هنلاقي فيها 30% ووتر سوليبل فراكشن بيسموه تراجاكنثين، وفي 70% ووتر انسوليبل فراكشن او هو ده المسؤول عن عملية السولينج فراكشن بيسميه الباسورين. لو انا عملت اسيد هيدروليسيز للجام تراجاكنس هيدينا طبعا جالاكتوز ده الهكسوزيس، بيدينا الارابينوز والزيلوز والال اللي هم دول اللي هم مين البنتوزيس والال رامنوز ده طبعا انظر هكسوزيس، بالاضافه الى الجالاكتو يورونيك اسيد. وخلي بالك ان الجام تراجاكنس هو الوحيد اللي فيه جالاكتو يورونيك اسيد، بقيه الجامز كلهم بيحتوي على ايه على جلوكو يورونيك اسيد. طبعا استخدام احنا خدنا الجزئيه دي يمكن في عقاقير اثنين، بيستخدم كسسبندنج ايجنت وايماسيفاينج ايجنت وادهيسيف ديمالسانس ان كوزموتكس اند ايميون. في بعد كده من ضمن الحاجات برضه اللي هي موديفايد ستارش بيسموهم سايكليك اوليجوساكارايدز، وهنا في انواع بيسموهم سايكلودكسترنز. سايكلودكسترنز دي عباره عن بيسموهم ايه عندنا الالفا والبيتا والجاما والدلتا. لو بصينا هنا في الالفا هنلاقيها كام واحدة، حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الجلوكوز ريزيديو، وعاملين ايه عاملين سايكليك ستراكشر. السايكليك ستراكشر ده بيبقى عامل كابيتي، اوكي الكابيتي اللي من جوه ده داخل السايكليك ستراكشر دي بتبقى هيدروفوبيك النيتشر. معنى هيدروفوبيك يعني ايه؟ يعني تقدر تو انكلود او تو ستابلايز الفليفرز اند فارماسيوتيكالز. دي بيستخدموها طبعا استخدامات كتيره في الفارماسيوتيكالز بريباريشنز زي ما قلت لك، لان هو في كافيتي من جوه، فان الكافيتي دي بتاخد المركبات اللي هي بتبقى ما بتدوبش في الميه وبتخليها ايه سولبل ان ووتر، كانها بتخبي الميسلج. برضه من ضمن الحاجات اللي هي تيروبورسكلايتس، وبيبقى موجود كريزير فود ماتيريالز ان دراي كلايمت، زي ماست اكت از ا ووتر ابزوربنت اند ريزرفوار. يعني هنا النباتات بيعملوا المسلج دول ليه؟ على اساس ان هم زي ما اقول لك لما بيكون في دراوت او جفاف او في دراي كلايمت بيبدا ايه يخزنوا، يبقى المسلج ده سورس او ريزرفوار فور ووتر. في 3 جروبز من المسلج. اول حاجه نيوترال مسلج، ده عبارة عن زي الميسلج بتاع الفينجريك اللي هو بتاع الحلبة، ومعنى كلمة نيوترال يعني ايه؟ يعني عبارة عن بوليساكارايد ما فيهاش اسيدز، عشان كده سموهم ايه نيوترال. زي المنانز بيتكون خمسة، يعني الميسلج بتاع الفينجريك او الحلبة بيتكون من المنانز، دي منانز يعني بوليساكارايد بتكون من المنوز يونت عبارة عن 85% بالاضافة الى الجلاكتانز اللي هو جلاكتوز يونت 15%. في بعد كده النوع الثاني هو الاسيديك ميسولوج، ده بيحتوي على يورونيك اسيد
ريزيديو، وفي الغالب مينلي بيبقى عباره عن جلاكتو يورونيك اسيد. اوكي، وفي بعد كده طبعا ايه وايد فاريتي من الشوجر زي مثلا الجلاكتوز والبنتوز والميثايل بنتوز، يبقى هو قريب قوي في الاستراكشر من الجامز. في بعد كده السي ويد ميسولج، وده عباره عن زي ما من اسمه كده السي ويد، يعني بيبقى جاي من الطحالب وزي الايجار او الموجوده في البحار، وده عباره عن السولز اوف سلفيت استرز اوف بولي ساكارايدز. يبقى هنا ايه في سلفيت استر من البولي ساكارايدز، وهم دول طبعا بيعملوا جيل فورمينج سبستانس، واكزامبلز ليهم زي مثلا في حاجة برضه اسمها موكو بوليساكارايدز. الموكو بوليساكارايدز عبارة عن شوجر ديريفاتيفز، بتبقى مينلي عبارة عن امينو شوجرز اند يورونيك اسيدز، زي مثلا الكايتين احنا خدناه قبل. اوكي، زي ما احنا شايفين ده عبارة عن جلوكو يورونيك اسيد اهو في الوضع رقم 6 في سي او او اتش، وهنا زي ما قلت لك في الوضع رقم 2 في ال NH2 اللي هي الامينو شوجرز، وبعد كده بيبقى موجوده هنا طبعا الايه اسيتايل يونتس. فهنا الاستراكشر بتاع الهيالورونيك اسيد ضمن الحاجات المهمه خلي بالنا منها، ده عباره عن اسيديك بوليسكارايدز. بتبقى موجوده فين الهيالورونيك اسيد دي؟ موجوده في الكونكتيف تيشوز بتاعتنا زي السينوفيال فلويد والبيتريوس هيومر. اوكي، يعني بيبقى موجود ده السائد اللي موجود بين المفاصل بتاعتنا عشان يسهل حركه الايه حركه المفاصل. لما يحصل لوس للستينيفل فلويد ده او ديكريز بيحصل الخشونه اللي احنا بنقول عليها والمتعارف عليها جدا الايام. الهيالورونيك اسيد في سيفرال برودكتس موجود منها في السوق كوميرشالي، وبتستخدم في الغالب في تريتمنت اوف اوستو ارثرايتس. معنى اوستو ارثرايتس اللي هي تاكل في المفاصل بسبب ديكريز في السينوفيال فلويد سيكريشنز. هنا طبعا بتتاخد في صوره لوكال انجكشن داخل المفصل، فتلاقي الواحد ممكن يكون مش قادر يتحرك خالص، بمجرد ان هو ياخد الانجكشن ده بيبدا يتحرك. وطبعا بس للاسف ان الهيالورونيك اسيد ده بيحصل له ابزوربشن بعد فتره، يعني تقعد حوالي من 4 شهور الى 6 شهور المفعول بتاع الحقنه دي، وبضطر مع كده اخد حقنه تانية. الاذر يوز بتاعت الهيالورونيك اسيد بتستخدم في الاوبثالميك سيرجيكال، لما تيجي تعمل ايه لينث امبلانتيشن. انا دلوقتي لما اجي طبعا كلنا سمعنا عن عمليه اللينث امبلانتيشن، زراعه عدسه او زراعه حتى قرنيه بيسموها الكورنيال ترانسبلانتيشن والريتينال اتاتشمنت سيرجري، فكل دول بيستخدموا الهيالورونيك اسيد كحاجه انا بستخدمها ليه؟ عشان خاطر اعمل بيها ايه؟ ادجنكشن، يعني ايه؟ كانه بيلزق العدسه او الكورنيال ترانسبلانتيشن باستخدام الهيالورونيك اسيد. في اذر هومو بوليساكارايدز، احنا اتفقنا ان هومو بوليساكارايدز يعني 1. في بعد كده حاجه بيسموهم من ضمن الكربوهيدرات او الديريفاتيفز اوف بوليساكارايدز اللي هي جلايكوز امينو جلايكانز. اوكي، جلايكوز امينو جلايكانز دول عباره عن بوليساكارايدز بيتكونوا من حاجه بيسموها بروتيو جلايكانز. معنى كلمه بروتيو جلايكانز يعني عباره عن جلوكوز او بوليساكارايدز كونكتد مع امينو اسيدز. They are linked to protein core، يعني بروتين. احنا عارفين ان كلمه بروتين يعني معناها امينو اسيدز، فالجلوكوز يونس دي او البوليساكاريد يونس ماسكه للبروتين كور ده عن طريق ايه؟ امينو اسيد، ممكن زي السيرين او التريونين من خلال الاو لينك. التشين بتاعتها بتبقى لينير يعني ان برانشد، التشين بتاعت الجلوكوز امينو جلايكانز بتبقى لونج. الجلوكوز امينو جلايكانز تشين بتبقى لونج، بتبقى عباره عن اوفر 100 مونوساكارايدز يونتس. وطبعا زي ما قلت لك هو ممكن كمان بيبقى عباره عن ريبيتد يونتس اوف دايساكارايدز. ده الجلوكوز امينو جلايكانز. في اكتر طبعا من حاجه موجوده زي مثلا هنا اكزامبل الجلوكوز امينو جلايكانز زي الهيبارين وزي الكوندرويتين 4 سلفيت. لو نلاحظ حاجه هنا ان ده السلفيت استر اهي موجوده
مع ال N أستايل جلوكوزامين. اوكي هنا مثلا موجودة هنا دي جلوكورونات وصلفيت، يبقى هنا جلوكورونيك أسيد مع الصلفيت استر فين؟ في الكربونة رقم اتنين. هنا ال N صلفو دي جلوكوزامين 6 صلفيت، ده من ضمن الحاجات. اوكي طبعا الكوندرويتين فور صلفيت ده والجلوكوزامين 6 صلفيت دول طبعا برضه موجودين في بعض المستحضرات الصيدليه وبيعالجوا الاوستو ارثرايتس، لان هم دول عاملين زي ايه، زي ايه مثلا موجودين في حاجه بيسموهم كبسولات موجوده باسمها كده، اسمها جلوكوزامين صلفيت كبسولز، وفي موجود برضه في حاجه اسمها الدروفين كبسولز. الدروفين كبسولز دول بيعالجوا الاوستو ارثرايتس او المشاكل اللي تكون موجوده في المفاصل. دول الكوندرويتين دول موجودين في التندونز والكارتليج والاذر كونكتيف تيشوز، يعني قلنا الموجوده في ده الاستراكشر برضه بتاع الهيبرين. الهيبرين يعتبر كلنا عارفين يعني ايه هيبرين، عباره عن المين اندرستود فانكشن بتاعه الهيبرين اللي هو انتي كواجولانت. اوكي الجلوكورونيك اسيد كونكتد تو جلوكوزامين ويز فاريبل ديكري اوف سلفونيشن، يعني هو ده الاستراكشر بتاعه، عباره عن زي ما قلت لك جلوكوزامين. اوكي اهي ادي ال ان اتش ومتحده الجلوكوزامين مع سلفونيشن، بس طبعا مش كل جلوكوزامين يونتس، ده احنا بنسميها ايه فاريبل ديجري، يعني هتلاقي في يونت فيها ان اتش اس او 3 وفي يونت ما فيهاش. اوكي دي يعني قبل كده الهيالورونيتس احنا اتكلمنا عليها وقلنا دي الماتيريالز اللي بتستخدم تو سيمنت ذا سيل انتو تيشوز، المسؤوله عن الصلابه بتاعه الموجوده. واتكلمنا عن الجلايكوليزيليتد بروتينز، وقلنا احنا عليها عباره عن بروتينز كونكتد عن طريق الاو لينك تو اوليجوساكرايدز او عن طريق ان لينكد اوليجوساكرايدز. وقلنا ال الجلايكوزيليتد بروتينز دول ليهم اهميه ان هو ليهم اكتر من امبورتنت جوبز فور ذا بودي ساتش از هيلبينج ذا اميون سيستم هيلبينج ان دايجستشن اند ريبرودكتيف. هنا طبعا نلاحظ الاستراكشر الاو لينكد ساكرايدز، زي مثلا هنا ادي السيرين يونتس بتاعه البروتينز وهنا متحده طبعا عن طريق الاو لينك مع البولي ساكرايدز يونت، هنا مثلا زي البيتا جلاكتوزايل 1-3 الفا ان استايل جلاكتوزايل سيرين، يبقى ده او لينكد جلايكوبروتينز. تمام ادي السيرين وادي ماسكه فيها طبعا طريق الاو لينك اللي هي مين السلسله بتاعه البولي ساكرايدز. هنا مثلا الفا منوزايل سيرين، يعني هنا في طبعا منوز ماسك مع الاو عن طريق الاو لينك مع السيرين. تريونين هنا الفا زيلوزايل تريونين، ده الزيلوز اللي هو البنتوزس برضه متحد مع التريونين امينو اسيد بارت اوف بروتين. في من ضمن الحاجات اللي هي الاسبرجين او الاسبرجين ان لينكد جلايكوزو بروتين، جلايكو بروتين هنا زي الاسبرجين ده اللي هو اهو اسبرجين، ده عباره عن امينو اسيد ماسك طبعا هنا عن طريق الايه مع الشوجرز عن طريق الان اتش، عشان كده سموه N linked glycoproteins. اوكي طبعا ده repeated units من الـ other oligosaccharides. البلانت جامز في الاول دول عباره عن زي ما قلت لك polysaccharides بيبقوا amorphous in nature translucent بيدونا protection after injury in higher plants، يعني لما تيجي بيحصل بيبقوا موجودين طبعا داخل سبيشال ستراكشر داخل البلانت، لما بيحصل اي انجري للبلانت دي فتطلع الجامز دي يحصل لها اكسوديشن. الجامز عباره عن نيوترال سورس اوف كومبلكس بوليساكرايد اسيدز، وهم عباره عن سولتس من البوليساكرايد اسيد، وزي ما قلت لك البوليساكرايد دول ممكن يحتوي على ميثايل بنتوزس بنتوزس هيكسوزس بالاضافه الى اليوريك اسيد ريزيديو، ودول طبعا متحدين مع بعض او جوين توجذر عن طريق ايه جلايكوسيديك لينك عشان يدينا برانش تشين ستراكشرز. الجامز طبعا ار نوت فيرمنتابل باي ييست عكس مثلا الحاجات الثانيه. الاكوا سوليوشن اوف الجامز ار اسيديك
and are liberatory. acidic طبعا عشان وجود اليورونيك اسيد ريزيديو، واحنا اتكلمنا يعني ايه liberatory. بيدونا بوزيتيف تيست فور بنتوزانز. ليه؟ لان هم طبعا ضمن الاستراكشر بتاعهم اللي هو فيهم ايه البنتوزانز. يبقى في دلوقتي حاجتين عندنا، حاجة اسمها بروتيوجلايكانز وحاجة اسمها جلايكوبروتينز. البروتيوجلايكانز ده عبارة عن فاميلي من الجلايكوبروتينز، اوكي؟ طيب ولكن ليه هم سموها بروتيوجلايكانز؟ يبقى مين هم الأشمل هنا؟ جلايكوبروتينز ولا بروتيوجلايكانز؟ لا جلايكوبروتينز. البروتيوجلايكانز ده سب كلاس من الجلايكوبروتينز اللي هي الأشمل. هنا الكربوهيدرات مويتي بتاعتها بتبقى عبارة عن جلايكوزا مينوجلايكانز، اوكي؟ زي ما احنا شفنا مثلا في السلايد اللي فات بتاعت الانتي فريزنج جلايكوبروتينز. الستراكشرز بتاعهم بيبقى طبعا دايفيرس، يعني صالح بالاسامي دي اللي هي البرزيكان والامينوكان. الفانكشن بتاعت البروتيوجلايكانز دي بتبقى اول زي ما قلت لك عبارة عن مديوليت للسيل جروس بروسيس كزي جروس هرمونز كده او جروس فاكتورز، وفي نفس الوقت بتدينا بروفايد فليكسيبيليتي اند ريزيلينسي تو كارتليج. ايه معنى الكلام ده؟ يعني احنا عارفين ان الموفمنت بتاعت القصبة بتاعت المفاصل بتاعتنا ايه اللي بيخليها تتحرك بسهولة كده؟ طبعا وجود ايه؟ وجود الكارتليج، مادة الكارتليج الموجودة دي هي اللي بتدي فليكسيبيليتي للحركة بتاعتنا والصلابة بتاعت الموسيلج. برضه من ضمن الحاجات اللي هي تيروبروساكلايتس، وبيبقى موجود كريزير فود ماتيريالز ان دراي كلايمت، زي ماست اكت از ا ووتر ابزوربنت اند ريزرفوار. يعني هنا النباتات بيعملوا الموسيلج دول ليه؟ على اساس ان هم زي ما اقول لك لما بيكون في دراوت او جفاف او في دراي كلايمت بيبدا ايه يخزنوا، يبقى الموسيلج ده سورس او ريزرفوار فور ووتر. في 3 جروبز من الميوسيلج. اول حاجه النيوترال ميوسيلج، ده عباره عن زي الميوسيلج بتاع الفينجريك اللي هو بتاع الحلبه، ومعنى كلمه نيوترال يعني ايه؟ يعني عباره عن بولي ساكاريد ما فيهاش اسيدز، عشان كده سموهم ايه؟ نيوترال. زي المنانز بيتكون خمسه، يعني الميوسيلج بتاع الفينجريك او الحلبه بيتكون من المنانز، دي منانز يعني بولي ساكاريد بتكون من المنوز يونت عباره عن 85% بالاضافه الى الجلاكتانز اللي هو جلاكتوز يونت 15%. في بعد كده النوع الثاني هو الاسيديك ميوسيلج، ده بيحتوي على يورونيك اسيد ريزيديو، وفي الغالب مينلي بيبقى عباره عن جلاكتو يورونيك اسيد، اوكي؟ وفي بعد كده طبعا ايه وايد فاريتي من الشوجر، زي مثلا الجلاكتوز والبنتوز والميثايل بنتوز، يبقى هو قريب قوي في الاستراكشر من الجامز. في بعد كده السي ويد ميسولج، وده عباره عن طبعا زي ما اسمه كده سي ويد، يعني بيبقى جاي من الطحالب وزي الايجار او الموجوده في البحار، وده عباره عن السولز اوف سلفيت استرز اوف بولي ساكاريدز. يبقى هنا ايه في سلفيت استر من البولي ساكاريدز، وهم دول طبعا بيعملوا جيل فورمينج سبستانس، واكزامبلز ليهم زي مثلا الايجار. عندنا لا لسه والله في بعد كده حاجه بيسموها جلايكوليبيدز. جلايكوليبيدز من اسمهم كده، يعني ايه جلايكوليبيدز؟ يعني شوجر بارت اتاتش تو ليبيد بارتس.
ففي من ضمنهم اكتر من حاجه، نعرف بس المسميات بتاعتهم دول اللي هم السريبروزايدز والسلفاتايدز او بيسموهم السلفو جالاكتو سريبروزايدز وجلوبوزايدز او السيرامايدز بيسموهم جلوبوساكارايدز والجانجليوزايدز. طيب ايه معنى كلمه سريبروزايدز؟ معنى كلمه سريبروزايدز عباره عن وان شوجر مولكيول اتاتشد الى ليبيد مولكيولز. زي ايه مثلا؟ زي جالاكتو سريبروزايد وجلوكو سريبروزايد. الجالاكتو سريبروزايد دول بيبقوا موجودين في النيورونال ميمبرينز، في الميمبرينز بتاع الخليه العصبيه في الاستراكشر بتاعها هتلاقي فيه حاجه بيسموها السريبروزايد اللي هو جالاكتوز كونكتد الى الليبيد. طبعا عشان النيورونال سيلز دي مهمه جدا فربنا عمل لها حاجه خاصه بيها الجالاكتو سريبروزايد. الجلوكو سريبروزايد لما يكون الجلوكوز كونكتد الى ليبيد، فده هو الموجود في الخلايا بتاعه الايه بتاعه كل البادي سيستم الموجوده. بعد كده السلفاتايدز او السلفو جالاكتو سريبروزايدز هو النوع اللي فوق، بس بتبقى عباره عن هنا سلفوريك اسيد استر بتاعه مين؟ بتاعه الجالاكتو سريبروزايد من اسمها، دي استرز اوف جالاكتو سريبروزايد. لوبوزايدز او بيسموهم السيرامايدز، السيرامايدز دي عباره عن بيسموهم لاكتوزايد سيرامايد لما بيكون تو شوجر زي مثلا اللاكتوز كونكتد مع لونج تشين فاتي اسيدز. في بعد كده الجانجليوزايدز دول عباره عن كومبلكس اوليجوساكارايدز. اوكي بيبقوا البيولوجيكال مين بيولوجيكال فانكشنز بتاعتهم عباره عن ريسبتورز فور هرمونز، وكمان بيبقوا عباره عن السيل سيل ده الاستراكشر بتاع الجلايكوبليبيدز اللي هو بيتا لينك موجود مع الشوجرز. وزي ما قلت لك في اكتر من نوع من هذا الاستراكشر. هنا طبعا الار ممكن تكون لونج تشين فاتي اسيدز. ده الاستراكشر بتاع الجانجليوزايدز زي ما احنا شايفين اهو، عباره عن شوجر بارت زي الدي جلوكوز دي جالاكتوز ان ستايل دي جالاكتوزامين. واهم حاجه طبعا عشان اقول ان دي جانجليوزايدز لازم يكون فيها حاجه اسمها سياليك اسيد. السياليك اسيد ده عباره عن ان ستايل اوكي ان ستايل نيوراميناديت، او بلاش الاسم ده هو نسميه سياليك اسيد. يبقى لما تلاقي فيه وهنا طبعا ده السلسله اللي احنا قلنا عليها اللونج تشين هيدروكربون CH3 CH2 CH2 او لونج تشين فاتي اسيدز. اوكي يعني الاستراكشر ده مش مهم جدا، بس اهم حاجه زي ما قلت لك عشان اقول ان دي جانجلوزايد يبقى يكون فيها مين السيالك اسيد 1 اور مور يونت من السيالك اسيد. هناخد تو اكزامبلز للجامز اللي هم الجام اكتر حاجتين مشهورين جدا اللي هو الجام تراجاكنس والجام ارابيك. الجام تراجاكنس عباره عن درايد جام اوبتيند باي انسيجن فروم ستيمز اوف فاريوس سبيشيز اوف استراجيلاس، وزي الاستراجيلاس جام فير فاميلي ليجيمونوزي. الكومبوزيشن بتاعت الجام تراجاكنس هنلاقي فيها 30% ووتر سوليبل فراكشن بيسموه تراجاكانثين، وفي 70% ووتر انسوليبل فراكشن او هو ده المسؤول عن عمليه السولينج فراكشن بيسميه الباسورين. لو انا عملت اسيد هيدروليسيز للجام تراجاكنس هيدينا طبعا جالاكتوز ده الهكسوزيس، بيدينا ارابينوز والزيلوز والال اللي هم دول اللي هم مين البنتوزيس والال رامنوز ده طبعا انذر هكسوزيس، بالاضافه الى الجالاكتو يورونيك اسيد.